طبقتنا في برنامجنا. الأطباق اليوم زي ما احنا شايفين في لحم. اللحم هذا أنا اخترت لحم عجل وفيليه ما في عظم، بيستوي معانا بسرعة. اللي فيه عظم يعطينا نكهة طبعا، نكهة مختلفة طبعا عن اللي ما في عظم. العظم سبحان الله دائما يعطي فليفر في الطبخ، نكهة طعم. المكونات اللي قدامنا راح نستعرضها سريعا، وكل مكون راح نحطه مع الطبخة راح نتكلم عنه شوي. عندي بصل، بصل صغير، في أصغر من كذا بس أنا حبيت الحجم هذا وسط. الفكرة من الطبخة أنه طاجن لحم بالبصل والثوم. لو نشوف معشوقي أنا الثوم تقريبا فوق 20 حبة، فوق 25 حتى، نكثرهم ونكبرهم. أبغى الثوم والبصل هم اللي يبينوا في الطبخة هذه. الطبخة راح تتميز أن وقتها راح يكون بالقدر هذا، هذا قدر حديد كاست آيرون يحتفظ بالحرارة. فالطبخة هذه تتميز بطعمها بوجود القدور هذه، الحديد الثقيلة، ممكن سيراميك برضو بس الحديد أفضل لأنه يحفظ الحرارة وبيبقى حار فترة طويلة. المكونات والأعشاب اللي راح استخدمها: بقدونس وكزبرة، قرفة، هيل، بابريكا، كركم، ثوم بودرة، بصل بودرة، زنجبيل، عندي كزبرة ناشفة، فلفل المجروش، فلفل حار جدا مجروش، خل، دبس الرمان. شوي غريب ان نضيف دبس الرمان بس هذه الفكرة دائما انه نسوي اضافة على الطعم. ثوم، ملح، فلفل اسود، وبهار صحيح اللي هو قرفة، عواد القرفة، واللومي. هنا عندي دقيق عادي ابيض. اللي راح اسويه راح امسك قطع اللحم اغطسها بالدقيق ونقليها او نشوحها شوي بالزيت بنفس القدر هذا. بعدين راح نسوي رز عادي بالزبدة. الطماطم هذه راح تدخل طبعا مع الطاجن اللحم. وبسم الله راح نبدأ حلقتنا. نشغل النار في البداية ونبدأ وقتنا. القدر هذا راح اسوي فيه الرز. اول شيء علشان ما تضيعوا مني ولا انا اضيع منكم، راح نبقى مع بعض حبة حبة. راح نسوي اللحم، هذه المجموعة الكبيرة راح نحطها هنا ونحط عليها الطماطم، وبعدين نمشي في الحلقة مع بعض ونسوي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء راح أضيف الزيت، كمية كويسة من الزيت، لأن بالنهاية راح أقلي تقريبا شبه قلي للحم، قطع اللحم. اللي راح أسويه كالتالي: قطع اللحم هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، أمسكها وأحطها بالدقيق من جميع النواحي بالطريقة هذه. برضو القطعة الثانية راح أنتظر الزيت يصير جاهز، أغطي قطع اللحم بالدقيق وكذلك القطع كلها. إن شاء الله راح نسويها بنفس الطريقة. أنا ما أعرف صراحة أنتوا عشاق اللحم، عشاق السمك، عشاق الدجاج، البط، الحمام. وبعدين إن كان اللحم أي نوع من أنواع اللحم، الضأن عندكم، بقري عندكم، حتى الدجاج يعتبر من اللحوم. في ناس تروح للحوم الحمراء، أحب الاستواء قليل. في ناس لا، أحب اللحم مستوي مرة. فكل واحد يحب شغله بناء على حبكم لهذا الشيء تقدر تختار قطعة اللحم. يعني هذا الطبق يمشي مع جميع أنواع اللحوم، ما عندكم حجة ولا حد يعتذر إنه والله الطبق لو أنا ما أكل لحم عجل، لا أنا ما أكل مدري إيش. سويه على راحتك وسويه على راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحط قطع اللحم بالطريقة هذه، وبعدين أكمل في القطعة الثانية اللي عندي. حلوين، هذه واحدة جاهزة برضو.
نحطها هنا. ميزة هذه القدور دائما أنها تحفظ الحرارة وغطاها ثقيل، فلما نغطي تمسك، ما يصير البخار والأبخر اللي تطلع من اللحم ما تطلع تماما، فنحتفظ حتى بالفليفر في النكهة في الطعم. هنا لو تشوفوا كيف فرت اللحم، شوف اللحم ما شاء الله اللون، قطع اللحم جميلة جدا. طبعا ليش سويت هذه الحركة، ليش بديت بهذا التكنيك أو بهذا المبدأ اللي احنا شغالين عليه؟ أبغى نكهة اللحم تظل موجودة بالقدر. أول شيء قليته أو شوحته بالطريقة هذه، بعدين راح أطلعه طبعا من القدر. شوفوا كيف، هنشوف طبعا هذه الخطوات مع بعض. النار تكون عالية ونشوف طبختنا كيف راح تكون، إن شاء الله تعجبكم. خلاص باقي قطعة، ما شاء الله غطيت قاع القدر. في البداية ذكرت أنه ممكن نستخدم قطع اللحم اللي فيها عظم، العظم فعلا يعطي نكهة ثانية أفضل قوية جدا. أنا هنا اخترت الفليه علشان ما أتغلب في موضوع التقليب، ما راح ياخذ وقت طويل معاي. أما نقدر أي شيء تحبوه، أي قطعة تحبوها تقدر تحطوها. في ناس، وأنا جربت هذه الطبخة على فكرة بالموزات، موزات الفخذ نفسه أقطع شرايح، يعني العظمة تبقى بالنص، ممتاز جدا. راح أطلع هنا الملقط علشان أقلب قطع اللحم. هذا القدر، هذا الإناء اللي كان فيه اللحم راح أشيله على جنب وأجيب إناء ثاني. بسم الله، علشان أحط فيه قطع اللحم بعد ما، بسم الله أشيل هذا وأرتب أموري، علشان أحط فيه قطع اللحم. حنشوف اللون اللي أبحث عنه. هذا شوفوا لسه، شوفوا كيف بدأت تصير. هنقلب الحين، هنخلي طبعا النكهة، نكهة اللحم، الدهن، طعم اللحم راح يمسك في القدر. ولما أشيله على جنب وأكمل باقي الأصناف أو المكونات اللي عندي، هذه البهارات دائما أبدأ فيها علشان تعطيني طعم قوي ومميز. وبعدين راح أبدأ في الثوم والبصل والطماطم. شوفوا كيف. طيب ليه نبغى نشيل قطع اللحم؟ ليه ما أقدر أحط الثوم البصل فوقها؟ برضو أبغى البصل يتشوح، أبغى الثوم يتشوح. زي ما أعطيت اللحم حقه، كل مكون لازم يأخذ حقه عشان لا أحد يزعل مني. إذا زعلوا مني المكونات طبخة ما تطلع كويسة، أنتوا راح تزعلوا مني، أنا راح أزعل من نفسي، بس راح أكل وراح أعيدها وراح أضبط إن شاء الله. دائما خلوا ثقة عندكم إن طبخكم مميز، ومستحيل طبعا ترضي جميع الأذواق. هذه قاعدة خلوها في بالكم. اللي يقول لك والله ما عجبني الطبخ، خليها تسوي أحسن منه. ننظف قدامي بالطريقة هذه. شوف ما شاء الله. ننتبه طبعا الأطراف هذه لأنها حديد، فيوصل الحرارة بشكل قوي جدا وسريع. وهذا الغطاء ثقيل برضه. شوفوا السوائل من اللحم بدأت تطلع بالطريقة هذه. أنا راح أقلب قطع اللحم بشويش، شايفين كيف؟ لو نشوف داخل القدر بدأ جمال اللحم يمسك بالقدر. هذه القطعة كلها ما شاء الله جميلة جدا، هي اللي أنا أبغاها تمسك بآخر أو بقاع القدر
علشان يعطيني طعم الأكل يصير له نكهة. ما شاء الله تبارك الله، اللحمة ممتازة جدا. طيب هنا اللي راح أسويه في البهارات، خلوني أجيب صحن صغير زي هذا، راح أحط كامل البهارات هنا ونخلطها مع بعض. وزي ما قلت الثوم والبصل، راح نقشر البصل ونحطها بس نشيل اللحم بعد الفاصل. هلا وسهلا فيكم، عسى بس ما تأخرت عليكم. اللحم جاهز، راح أشيل اللحم وأحطه هنا. شوفوا كيف، شوفوا داخل القدر إيش فيه، يا عيني. اللحم ما استوى تماما أبدا، بس أخذت لذة اللحم علشان تمسك بآخر القدر. هذا لحمنا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا حلو. وهنا كذلك هذا اللحم، راح أزيد شوية زيت، أخلي الزيت يحمى شوي اللحم. هذا هو راح أحطه شوي هنا، أخليه. نبدأ الثوم موجود، خليني أبدأ بالبصل، تقشير سريع. أبغى حبات البصل زي ما هي كاملة، يعني ما أبغاها، ما راح أقطع لا شرايح ولا مكعبات ولا ناعم ولا خشن ولا أي شيء، بس تقشير بالطريقة هذه. طبعا البصل الأحمر نكهة قوية جدا في الطبخ. كثير ناس تسأل إيش الفرق بين البصل الأحمر والبصل الأبيض. البصل الأبيض خفيف نقدر ناكله، بس نقشره كذا ونقدر ناكله يعني عادي، مع الفول الفلافل بالسلطات يدخل. حتى الأحمر إذا نعمناه راح يطلع جميل جدا بالسلطات، بس إنه طعمه قوي جدا جدا جدا. فننتبه. الزيت صار حامي، هنا راح أحط الثوم، نكمل البصل تكشيره بالطريقة هذه، سريع جدا. لو نلاحظ، شوف القدر عندي كيف قطع اللحم أو باقي اللحم اللي مسك في بالقدر راح يمسك الحين بالثوم بالبصل. أحط البصل اللي قشرته ونحرك. بسم الله، شوفوا كيف، هذا الشيء اللي نبغاه. خلي البصل برضه نقشر بالطريقة هذه، وأحط هنا، أنظف قدامي، أرجع الملعقة برضو نفس الفكرة، تكشير سريع علشان أبدأ بتقليب الثوم والبصل ما ينحرق، لا الثوم ولا البصل. باقي حبة واحدة ما راح استغني عنها. ها شوفوا ما شاء الله، الطريقة هذه أسرع وأسهل طريقة تكشير البصل. حلوين حلوين، نقلب شوي. شوفوا الثوم كيف صار لونه، نقلب برضو البصل بدأ ياخذ اللون اللي موجود تحت. حضيف طماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هذا وهذا، بسم الله. شوفوا كيف، طبعا موية الطماطم راح تشيل لي كل اللذاذة اللي كانت في قاع القدر، وراح تمسك في البصل وراح تمسك في الثوم. شوفوا كيف، شايفين؟ ها
هذا هو ها. هذا السواد هذا نفسه حق اللحم، فهي هذه موية الطماطم، هذا اللي تسويه. شايفين كيف ممتاز جدا؟ يعني طبختنا راح يطلع طعمها يا جماعة شكل خطير جدا. عندي راح أشيل هذول على جانب جنب هذا، وهنا راح أحط البهارات اللي عندي، البابريكا، بهار فلفل حلو، القرفة، القرفة تعطي طعم قوي جدا، الكزبرة المطحونة الناشفة، الكركم، بودرة البصل، بودرة الثوم، زنجبيل بودرة. نحرص انه ناخذ، انا هنا كأني شفت ايوه ناخذ كل شيء، حرام نكب اي شيء. عندي الهيل برضو، هيل مطحون، وعندي الملح، وعندي الفلفل المجروش، هذول نشيلهم على جنب علشان ما يضايقوني ولا ضايقهم. نحرك بالطريقة هذه، ما شاء الله تبارك الله. البهارات هذه كاملة نحطها هنا، نخلطها. شوفوا ما شاء الله ريحة الهيل، أول شيء شميته، ريحة القرفة، الهيل والقرفة على طول شميتهم. طيب بعد هذه الخطوة أرجع اللحم، شوفوا كيف قطع اللحم، أو ممكن أفرز بس الخضار اللي حطيتها ونرجع اللحم بالطريقة هذه فوق الخضر. نشيل هذا على جنب ونغطي القدر شوي، نحط النار متوسطة، نخلي كل الخضار كل الصحون بالطريقة هذه. الحين دور الرز. الرز اللي راح يصير فيه كالتالي، بسيط جدا، زبدة، وراح اسويه شوي بطعم زيت الزيتون، راح احط بهارات صحيحه اخليها تنحمس صح، تطلع طعمها، تطلع نكهتها. راح احط الرز، اقلب الرز، اوزن المويه. البهارات هذه ما راح احطها الحين فوق اللحم، هذه بهارات للحم وهذه بهارات الرز، ما راح احطها الحين، راح اصبر شوي المويه وتبدا تطلع من اللحم، من البصل، من الطماطم، بعدين أضيفها علشان النكهة تتعزز أكثر. الحين القدر صار حامي، أول شيء راح أسويه حط هالزبدة ونحط شوي زيت زيتون. البعض ممكن يستغرب زيت زيتون مع الرز، جربوها ما راح تندموا. بهاراتنا الصحيحة اللي هي عبارة عن هيل، فلفل أسود، قرنفل، ويانسون شيء بسيط، وقرفة. هنا خلي هذه المكونات نقربها جنب بعض علشان ما ننسى شيء. نحرك شوي الزبدة، زيت الزيتون، حبدأ أشم البهارات، أكيد أنا متأكد شوي بس تعطوها وقت حتبدأ تطلع ريحة البهار. الرز أنا اخترت رز البشاور أو البسمتي، هذا رز بسمتي، غسلته نقعته، راح أحطه فوق الزبدة وفوق الرز، فوق الزبدة عفوا، وفوق إيش زيت الزيتون والبهار. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نتعود نعرف كيف نتصرف في المطبخ في حال الطوارئ، ولو حصل أي شيء فنكون أول ناس نعرف نتصرف. شوفوا كيف هذا الزيت، هذه الزبدة، راح أحرك الرز فوق
أو مع الزبدة وزيت الزيتون والبهارات الجميلة. شوفوا كيف راح أقلبها تقليب مع بعض، بعدين أوزن عليها الموية، راح أحط ملح وأوزن عليها الموية. والحين خلي بس أتأكد أني قلبت الرز تقليب جميل جدا معه. شوفوا كيف، هخلي الرز على راحته، هضيف عليه الملح، استخدم ملح الخشن، ملح البحر. شوفوا الرز ياخذ ملح، في له معيار ملعقة صغيرة لكل كوب تقريبا، بعدين يعتمد على حسب حبك للملح. في ناس تحب الأكل مالح، في ناس تحب الأكل عادي ما هو مالح، فهذا المقدار مو أساس، مو قاعدة، مو قانون نشتغل عليه أبدا. هنا خليني أشوف اللحمة، شوفوا ما شاء الله حلو ممتاز جدا. شوفوا كيف، الحين نضيف موية عليها ونخليها شوي، ما راح نكثر، مقدار تقريبا نص كوب. ضفت موية، راح أضيف بهارات الصحيحة، اللومي بس بعطيها كذا شيء بسيط علشان النكهة تبدأ تطلع، وأحرك. شايفين كيف تحريكة بسيطة بالشكل هذا، بعدين راح أحط دبس الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم، دبس الرمان عليه والخل. شوفوا كيف، والحين راح أحركها تحريكة برضو، أسكر الغطاء ونشوف الرز إيش أخباره. شايفين المنظر، فعلا لما أقول لك الطبخ حب كيمياء، فعلا هو كيمياء، كيف تركب هذا الطعم على هذا الطعم. شوفوا هذا نغطي ونشوف الرز. أوكي حلوين، الحين راح أضيف موية للرز ونخفف النار عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الموية دائما في الرز تكون فوق مقدار الرز، يعني بعقلتين كذا، باثنين سنتي، عقلتين من الأصبع. بوزن الرز ونوزن موية الرز ونحركه تحريكة بسيطة، بعدين راح أخفف النار عليه، أغطيه ونصبر ونشوف الرائحة الجميلة من وين طالعة بعد الفاصل. هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. القدر حقنا جالس يبخر ويعطر المطبخ، كل اللذائذ اللي شفناها موجودة، البهارات دخلت داخل هالقدر السحري هذا. شوفوا المكونات لما تجانست كيف عطرت الجو، يا الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا المرق كيف، شوفوا اللحم، شوفوا الثوم، شوفوا البصل، ممتاز جدا. ريحة القرفة طالعة 100% من عود القرفة ومن القرفة اللي حطيناها. راح نخليه برضو على النار حتى اللحم يستوي. الرز حقنا شوفوا كيف، أو رزنا، علشان تصير دائما في كل حلقة نقول قدرنا، طبختنا، فرننا، وهذا رزنا. شوفوا الرز، شوفوا ما شاء الله جميل جدا. راح أخليه ياخذ راحته برضو على نار هادية. أنا غيرت طبعا العين اللي كانت عليه، اللي كان عليه القدر، كان عين كبير، رحت حطيته على العين الصغيرة وقصرنا عليه النار علشان ياخذ راحته. اللي باقي عندي
البقدونس والكزبرة. البقدونس والكزبرة راح أضيفها الحين على اللحم، ما راح أضيفها بالشكل هذا، راح أفرمها بس فرمة واحدة، 2 3 4 5، أحلى من كذا ما في. والبقدونس كذلك 1 2 3 4 5، راح أخلي هذه للتزيين، وراح أضيف هذول على طبختنا الجميلة. خليني أستخدم هذول، أشيل الأعواد، أحط الأوراق ونغطيها بحفظ الله. راح نحط هذه وهذا ننزل هنا. الحين يا جماعة الخير على طول لازم نفكر بالتقديم. تقديمنا كيف لازم يكون؟ التقديم عندي إدام وعندي رز، فأحتاج أني أقدمه مع سلطة. السلطة راح تكون بسيطة سهلة، مكوناتها اللي موجودة في كل بيت. في إضافة في السلطة، بسم الله، راح أستخدم الملفوف الأحمر والملفوف الأبيض والخس والكرفس، هذه إضافة حابين نشتغل عليها، اشتغلنا عليها. عندي هذا الخس راح أقطعه تقطيع بالطريقة هذه. حلوين، شايفين كيف الكمية اللي نشوفها مناسبة لأطباقنا، والكمية اللي نشوفها مناسبة إن نقدم أكلنا بشكل متوازن، إنه يكون فيه خضار. لأنه لو نلاحظ إدام والرز طيب، أحتاج خضار، أحتاج سلطة معي إني أقدر أقدم أطباقي فيها. اللي متواجد عندي في البيت أقدر أستخدمه. عندي أنا ملفوف أحمر وملفوف أبيض وخس وطماطم وفجل وكرفس، راح أسويهم بالطريقة هذه وننبسط وإحنا جالسين نقطع الخضروات. ما في أحد لاحقنا، ما في أحد غاصبنا، خلينا نقطع ونسولف، وعينكم على تقطيع، وعيني عليكم وعيني على خضرواتي بالطريقة هذه. الكمية اللي نشوفها مناسبة، احتاجنا زيادة ممكن نقطع زيادة، أتوقع كذا كويس. الكرفس نفس الشيء، التب أو الجزء العلوي ما راح أحتاجه، راح أقطع الكرفس حلقات. أشيل الصحن عشان لا يضايقني وأخذ راحتي أكثر، مساحة أكبر بالتقطيع. أقطع دوائر، حلوين، ممكن أبدأ أقطع وأتكلم معاكم كذا. يا عيني على الصوت، صوت التقطيع حكاية. هذه عريضة، خلينا نقطعها نصين. نفس الشيء القطعة الثانية، خلينا نتسلى في التقطيع وإحنا نسولف بالطريقة هذه. بسم الله، حلوين. البصل، عفوا، نروح على الطماطم. راح نقطع كذا، نشيل البذور بالطريقة هذه، نقطع شرايح، خليها شرايح، ما راح أقطعها صغير عشان تبين مع التقطيع الخشن اللي موجود معانا بالطريقة هذه. عيني على قدورنا، صح؟ لازم يكون العين واضحة باينة، نشوف كل شيء شغالين عليه علشان لا ينحرق مننا شيء ونقعد بدون فطور. باقي قطعة واحدة من الطماطم، الطماطم خلصنا قطعناها. الفجل ممكن بس تقطيع بسيط، تكشير بالطريقة هذه، وهنا برضو نقشر كذا كذا وكذا. يا حلوين،
ننتبه لما نمسك السكين راح اقطع شرايح. شايفين ليش انا قشرت بشكل عشوائي او من كل جنب اخذت قشرة عشان تطلع معاي بالطريقة هذه. حبة فجل واحدة كفاية. الصحن هذا شيله راح احطه هنا. بسم الله خليني اشوف الطبخة حقتنا. ما شاء الله الريحة الجميلة هذه. نتأكد ان كل امورنا تمام. والرز برضو نتأكد امور الرز 100%. الرز خلاص صار جاهز. شوفوا كيف الرز مفلفل مفلفلين. نطفي النار على الرز ونخليه. السلطة هنا صارت جاهزة. راح نشوف صحن حلو كبير نخلط فيه السلطة هذه مع بعض. هنا عندي صحن لونه جميل جدا. لازم نختار الصحون بعناية. زي هذا الصحن أنا ممكن أحط الخضار فوق بعض بالطريقة هذه هنا. ونجيب الخس بالطريقة هذه هنا. ونجيب الكرفس بالطريقة هذه والطماطم. نحطها كده على مدار أو على الجوانب. للحين ما قدمنا الطبق. خليني أشيل كل شيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة هذه. السلطة هذه اللي راح أضيفه عليها إيش؟ خلطة بسيطة جدا ما فيها تعقيد. زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل. وإن احتجت ممكن أضيف الخل بس ما أتوقع الخل راح أضيفه بالسلطة هذه. خليني أرجع أشوف. ما شاء الله طبختنا الجميلة. شوف اللحمة ممتازة. خليها على النار. حقوي النار عليها. الغطا هذا زي ما قلت ثقيل. القدر هذا كله حديد فالغطا راح يكتم الطبخه. البخار اللي راح يطلع راح يرجع يدخل داخل اللحم راح يستوي بشكل سريع جدا. السلطه هذه موجوده هنا كلها على بعض. حط فلفل اسود بالطريقه هذه. وراح احط زيت زيتون برضو بالطريقة هذه. شايفين كيف؟ دائما خلوا عندكم عبوة زي هذه فيها زيت، فيها زيت زيتون، عصير الليمون. انا راح اكثر زيت الزيتون لاني احب زيت الزيتون. ما راح اسوي شيء اكثر من كذا الحين. الخلطة كلها راح نسويها عند التقديم. ممكن السلطة هذه اضيف عليها شوي بس من البقدونس. أفرم البقدونس بطريقة ناعمة. شايفين كيف؟ ونضيف على السلطة. راح يعطيني طعم نكهة جميلة جدا. نتأكد من كل أمورنا صارت جاهزة. الرز يعيني على الرز ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو ضابط وجاهز وينتظر سفرتنا. هنشوف مع بعض كيف راح نقدم أطباقنا. أتأكد دائما أن مطبخي نظيف وأن السطح اللي أنا أشتغل عليه نظيف. ما أبغى أي شيء يعطلني عن تقديم الأكل لكم يا حلوين. بالطريقة هذه أنا مطبخي صار جاهز. راح أطلع فاصل بسيط بس راح أرجع لكم ونقدم أطباقنا سوا. سهلا فيكم بآخر فقرة في حلقة اليوم. وصلنا دائما للنهاية. والنهاية بالعادة إيش نسوي فيها؟ نقدم الأطباق اللي اشتغلنا عليها.
أو القائمة الطعام اللي اشتغلنا عليها واللي سويناها مع بعض. عندي هنا نسترجعها مع بعض، عندي طاجن لحم بالثوم والبصل مع اللذائذ الكثيرة الجميلة، البهارات اللي كانت هنا موجودة، وكل مكون أضاف طعم وأضاف نكهة وأضاف لذاذة، خليني أعيد الكلمة هذه، للطبق اللي اشتغلنا عليه. الرز كان رز بسيط سهل، بهارات مع الزبدة مع زيت الزيتون، ورز أبيض عادي جدا جاهز، ويدخن ويقول قدمني. السلطة، سلطة أسهل من كذا ما في، المتواجد في البيت نقدر نشتغل عليه ونقدر نطلع شيء جميل. راح نخلطها سوا. عندي أنا هنا النعناع ناشف مجفف، راح أضيفه بالطريقة هذه، وعندي عصير الليمون نضيفه نشيله على جنب. حطيت عليها زيت زيتون، راح أحط ملح شيء بسيط. ما حطيت ملح في البداية لسبب، ما أبغى الخضار تطلع ميتها وتنزل تصير فيها موية. هنا راح أخلط السلطة بالطريقة هذه، خلط من جميع النواحي حتى أشوف كل المكونات انخلطت مع بعض. شوفوا اللون كيف صار، الفلفل عفوا الملفوف الأحمر، شوفوا كيف طلع لفوق، كان موجود تحت الطماطم. هذا يدل على أن المكونات صارت متجانسة مختلطة مع بعضها إلى بعض. شوفوا كيف لون السلطة جميل جدا. بعدين طبعا عند الأكل نزيد ملح، نزيد فلفل أسود، نزيد عصير الليمون. هذا شيء اختياري، كل واحد وذوقه، كل واحد وطعمه، طعم لسانه، شي يحب وش ما يحب. الفجل شوفوا كيف باين، طبعا النظر بس لهذه السلطة يفرح القلب فعلا. بساطة دائما شيء مميز، شوفوا كيف ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. القدر، الدخان اللي جالس يطلع، هذا عطر، هذا بخور جالس يطلع، معطر المطبخ بشكل عام ما شاء الله. الله الله الله، هذا راح نقدمه مع بعض. شوفوا أنا راح نقدم برضو بنفس الطبق، حط في النار قدر، هذا صار جاهز. راح أشيل اللذائذ اللي جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء راح أحط القطع ناشفة بدون أي مرق هنا بالوسط، هذا اللحم، الثوم، البصل، شوفوا كيف البصل، بهارات مخلوطة مع بعض، شوفوا بسم الله ما شاء الله. اللومي، حبة اللومي، ما راح أحط عود القرفة. شوفوا البصل، الثوم، الثوم حطينا كمية كبيرة من الثوم، ما زالت حب، لو زودنا بزيادة راح ينهرس، ما راح يكون لها منظر أبدا ولا وجود يعني طعم. أوكي راح يتواجد، بس شوفوا حبات الثوم بالطريقة هذه، يا عيني يا عيني ما شاء الله تبارك الله. خلوني أختار أطلع حبات الثوم. زي ما قلت لكم وزي ما تعرفوا عني، أنا من عشاق الثوم. ننظف الجوانب دائما، ننظفها نمسحها قبل التقديم. ضيوفنا وحنا وأهلنا نستاهل إن أطباقنا تكون جميلة جدا. هذا إدام اللحم بالبصل والثوم. وعندي يا جماعة الخير الرز، رزنا، يا عيني على رزنا،
بسم الله نجيبه هنا نحطه الرز بهالقدر أو بهالصحن الجميل. شوفوا اللون، ريحة الرز جميلة جدا، طعم البهارات لأن حمسناها مع الزيت أو قليناها شوي مع الزيت. شوفوا كيف طلع زيت زيتون والزبدة. بسم الله ما شاء الله، حبات الرز جميلة واقفة بالطريقة هذه، كل حبة وأختها نفس الشيء ما شاء الله، والحبة واقفة واقفة. شوفوا مهروسة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا رزنا وهذا إدامنا أو الطاجن حقنا، طاجن اللحم بالثوم والبصل. وعندي سلطتنا وهذا قدرنا، نكتفي بهذا القدر، نغطيه ونرجع مكانه. أبغى زين الرز تزيين بسيط ما راح أكثر عليكم. عندي هنا بقدونس حتى ما راح أستخدم السكين، بالطريقة هذه راح أسويه كذا على الوجه. شوفوا كيف ما شاء الله، بس اللون الأخضر مع لون الرز يعطيه رونق آخر. شوفوا كيف، ممكن نحط فلفل أسود برضو، ممكن السلطة الخضراء خلينا نسميها، أو سلطة البيت بهذه التسمية اللي تعجبكم. وطاجن اللحم بالثوم والبصل مع كمية من البهارات واللذائذ اللي حطيناها، الريحة جميلة جدا، المنظر حلو مع الرز، راح نخلطها طبعا وناكلها. السلطة برضو موجودة. هذه سفرتنا لليوم وهذا فطورنا لليوم، وفطوركم هني.